بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، الأصل في الستيكي إنها لو أنا ما حددتش إنها بتبقى ستيكي من فين، فهي بتبقى ستيكي من فوق. يعني إيه؟ يعني بص، لما بتيجي بتنزل بتلاقيها ستيك، هي بدايتها بتبقى من فوق، فاهمني؟ يعني أول البداية بتاعتك بتبقى من فوق. السيشن بتاع اليوم هيقول لك لا لا لا، أنا عايز البداية بتاعتي تكون من تحت مش من فوق. طيب، هو انا هنا شغال على اتنين دايمنشنز، يعني شغال من فوق ومن تحت، ولسه انا شغال على المثال بتاع السيشن اللي فات يا جماعه. طيب، هنعمل ايه؟ هنبتدي نضيف خاصيه. الخاصيه دي اسمها داتا ستيك 2. والافتراضي فيها يا جماعه انها تبقى ستيك 2 توب من فوق. لو انت اخدت بالك كده هتلاقيها مبتديه من فوق، تمام؟ وانا اخري عندي كلاس معين في الكود، عندي اي دي معين، متفقين؟ انا لو قلت له والله ستيك تو بوتوم وعملت كنترول اس ورحت رايح للكود بتاعي وعملت ريفريش، الاقي انها نزلت لتحت، او هي بقت ستيكي لتحت. يعني هي بدايتها بقت من تحت، شفت؟ هي بتبتدي من هنا، ما بقتش ستيكي من فوق، بقى هنا راح توقف. هي ستيكي بس من تحت مش من فوق، يعني من تحت لفوق راح تظهر معاك ستيكي مش من فوق لتحت. ده الفرق ما بين استخدام داتا ستيك تو بوتوم والافتراضي بتاعها انها تكون داتا ستيك تو توب، كأن الخاصية مش موجودة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.